وصار الوقت لنصبح على الشيف ونعرف منها طبق اليوم. يسعد صباحك يا شيف. يا صباح النور يا نور. صباح شيف. يسعد صباحك يا آية. شو عنا اليوم؟ اليوم عاملة أكلتين للنباتيين، يعني هلا هو بالنهاية إرضاء الناس غاية لا تدرك، بس كمان في كثير ناس بيقولوا لي نحن مشان الله نباتيين ما بدنا دجاج ما بدنا لحمة، بقى لازم نمرق. بقى اليوم ما في عنا لا دجاج ولا لحمة. جايبة اليوم طريقتين من البطاطا، شيء من الصين وشي اختراعي بس طيبة كتير. اوكي يلا خلص جاهزين نحن لكان لحتى نتابع معك. عن جد تابعوا لانه كتير طيبين ولذيذين. يسعد صباحكم، يا رب اليوم يكون خير عليكم جميعا وين ما كنتوا بانحاء سوريا. ولا صباح الخير لستات البيوتي الفاق. وهلا وما عارفين يعني اليوم شو عملت، اليوم حعملكم اكلتين، يعني فينا نقول طبق جانبي ممكن على العشاء نحتاجهم، اكله على السريع. وصدقوني نصيحه يعني اللي بحب اكلات البطاطا والاطباق الجانبيه اللي بتخلى البطاطا تابعوها لانه كثير طيبه. اول وصفه هي عندي البطاطا الصينيه او فيني اقول التشيري بوتوتو، يعني بتجي البطاطا الحره كثير طيبه كثير لذيذه. هون حاحتاج عندي هون بطاطا قطعتها بطريقه الويدجز بهذا الشكل. هاحتاج عندي هون فليفله حده وفليفله حمراء، طبعا الحده حسب انتم ما بتحبوا، بتحبوا حده او لا، انا بصراحه لا جبتها حده. هاحتاج شيء هون بهارات هلا بقول عليها مشان الويدجز. هون هاحتاج عندي شيء من الشطه، ثلاث معالق، ثلاث معالق من الصويا صوص، ثلاث معالق من الكاتشب، وهون هاحتاج شوي من العسل، طبعا بدي هون زيت الزيتون، انا متى ما قلت صيني معناتها اكيد رح احتاج شوي من السمسم. الاكله الثانيه كمان هي اختراعي صراحه هيك كان عندي زايد بطاطا مسلوقه، هدول صغار، ما عرفت شو بدي اعمل فيهم. أم هيك فكرت شوي وطلعت معي هي الأكلة كتير طيبة. هحتاج زيت زيتون وزبدة، هحتاج البطاطا المسلوقة اللي هون عم بسلقها. هون في عندي بصل أخضر، بقدونس، عندي شوية أشقوان. من البهارات هحتاج طبعا هون في ملح، عندي بابريكا مدخنة، فلفل أسود، ثوم، وعندي هون معلقة نشا وهون زبدة. أول شيء مشان نلحق الوقت خلينا أول شيء نعمل الوجز. الوجز أنا بس أحتاج هذا الجار نضيفه عليه. هدول البطاطيات قطعتهم بهذا الشكل اللي بيعطي طعمة الوجز الأساسية اللي هي هون عندي بودرة ثوم، عندي فلفل أسود، هون في عندي بهار مدخن، فلفل أو بابريكا سوري، هون في عندي أوريغانو والملح. هقيمهم وضيفهم مع زيت الزيتون وهيك صارت الوجز جاهزة لحتى تدخل على الفرن، ما بدها أكثر من هيك. متى ما حطيتوا هدول الخمس بهارات بيطلع عندكم وجز غير شكل. حبيتي مثلا انت مستعجله ما معك كثير وقت ممكن تسلقيها قبل، يعني قبل بوقت يعني تقريبا نص سلقه عشان تطلع بس على الشوي دغري. هي جاهزه وهلا شوي ثاني حصفها. انا هون حطيت ورق زبده رح اضيف عليها. هلا انا وياكم رح نروح نعمل البطاطا اختراع الشيف توغاما. ما اشتغل هي هون قربي رح انقل الطناجر. هون رح ذوب عندي الزبدة، أنا حطيت هون زبدة وزيت زيتون لحريك خليها تذوب بسرعة. رح نشوف البطاطا أنا يعني شايفتها استوت، أنا أساساً ما بدي إياها كثير تستوي. لا ممتازة، هي هي اللي أنا بدي إياها، طفي تحت الغاز ذوب. هون حزيد عليها سن الثوم، يعني بطاطا مسلوقه بس هيك نكهه كثير طيبه كثير لذيذه غير اللي نحن متعودين عليها. هلا حقيم البطاطا هدول المسلوقين انا حطيتهم هيك قطع صغيره، او اذا انت عندك بطاطا كمان صغيره بيمشي الحال. لحقيمهم نضيفهم هون، بديهم يتقلوا شوي بزيت الزيتون. يا دوب يا دوب حدا شوحهم تشويح لانه هن رايحين نيفه يعني مستويين. لهيك هلا دغري حبلش وبهر، يعني هي الاكله على فكره هلا خلصت يعني ما كثير بدها شغل. هون في عندي بابريكا، فلفل اسود، طبعا انت حبي حطي البهارات اللي انت بتحبيها. هون في عندي شويه ملح، رح احتاج شوي من البصل الاخضر مفروم، هلا انا ما متحمله عندي ابدا اني احركها، ليك لحركها بايدي بهذا الشكل. هلا حقيم شويه اشقوان حطها عليها هيك، تقريبا الاكله هيك صارت عندي
جاهزة. عن جد ما بتتخيلوا قديش طعمتها طيبة. يعني زايد عندك بطاطا مسلوقة، حابة تاكلي بطاطا مسلوقة؟ هلا شوفوا وقت شو ترجعوا لعندي بعد شوي، شوفوا منظرها كيف رح يكون بعد ما بيدوب عندي الأشقوان. هلا هيك وحقين وغطي عليها، وهيك صارت بطاطا شيف توهاما جاهزة. هنوص عليها على الأخير وبرجع لعندكم بعد شوي يا صبايا لورجيكم التشيلي بوتوتو بالقطعة الثانية. شكرا كثير لك. يا هلا. شكرا شيف. يا صباح الخير عن جديد، يا صباح الخير لستات البيوت اللي فاقوا هلا وما عرفوا انا اليوم شو عملت لهم. اول شيء بتمنى اليوم يكون النهار خير عليكم، مو بس اليوم، كل ايامكم تكون خير وبركه. اليوم عملنا اكله لا فيها لا دجاج ولا لحمه، يعني نوع من المقبلات ممكن تكون على العشاء لذيذه وطيبه. واليوم عامله انا شيء يعني هو اختراعي انا، شيء بالبطاطا المسلوقه هلا حاحكي لكم عنه. وفي عنا اكله ثانيه اللي هي الدجاج البطاطا الصينيه. هلا لاجل الحظ يعني هلا في وحده بعثت لي على الماسنجر قالت لي انه انا صدقا عندي بطاطا مسلوقه بالبراد ومالي عرفانه كيف بدي اخلص منها، قالت لي عجبتني الطريقه اللي عملتيها لي، رح احكي لكم عنها بالضبط انا شو عملت. طبعا هي انا اجتهاد شخصي من عندي. شوفوا الشكل هذا كيف طلع معي، يعني هي بصراحه بدها تتاكل هيك دغري غمس او بالشوكه فورا. لاحظتوا كيف ذوبت هون عندي زبده مع زيت زيتون، قليت معهم ثوم، بعدين كنت البطاطا المسلوقه حطيتها عفوا وحطيت فوق منها ملح وفلفل وبابريكا، بعدين شوي من البصل الاخضر يا دوب قلبتهم تقليبه لانه انا البطاطا عندي كثير مستويه بقى ما بدي اياها تفرط. بعدين حطيت هون شويه اشقوان وكمرتها لحتى صارت معي بهذا الشكل. لا تقولوا لي مو طيبه ومو شهيه، شوفوا. هلا بنستقي لكم اياها وترجعوا لعندي بعد شوي لورجيكم الشكل النهائي لإيدها. بصراحه انا اكلت لك هي البطاطا هون اكلتها عشان تعرفوا انه طيبه كثير. هلا حننتقل انا وياكم على البطاطا الصينيه او التشيلي بوتيتوز. هلا انا عملت بطاطا ودجز، دائما بقول في عندي خمس بهارات، متى ما حطيتهم على البطاطا بتطلع عندي البطاطا الودجز خارقه جدا طيبه، اللي هن ملح فلفل بابريكا اوريجانو بودره ثوم وشوي من البهار المدخن مع زيت الزيتون فقط. ما معك وقت بدك اياها على السريع ممكن تسلقيها شغله 10 دقائق، يعني مو 10 دقائق يعني نص استوى، وبتشويها بالفرن وبتبليها نفس التتبيله. معك وقت ما مشكله نص ساعه تقريبا. شوفوا هالشكل الجميل الرائع اللي طلع معي، هي هي. هلا حنعمل انا وياكم الخلطه الصينيه. هلا هي الخلطه الصينيه فيك تعمليها للدجاج، ممكن تعمليها للحمه، ممكن تعمليها للبطاطا، ممكن تعمليها لخضار لاي نوع، ممكن بروكولي، اي شيء انت بتحبي تحطيه تفنني، بس انه انتبهي على هذا الصوص، هذا الصوص حتدعي لي عليه كثير انه كثير طيب كثير لذيذ، واكيد مو من اختراعي، هذا من اختراع الصين. يعني الشغله الوحيده استفدنا منها بالصين الاكلات اللي بيعملونا اياها، لانه عن جد الصوصات اللي بيعملوها طيبه. هلا هون حندوب الزبده. رح اقلي معهم انا هون عندي مثل ما قلت لكم، انا هون عندي فليفله حمراء وخضراء. ممكن تخلوا في هي، هلا هي حلوه جايه عندي، ممكن انتم تحطوها اذا بتكون اياها كثير حاده تحطوها فليفله من هي الطويله. جيب معلقه. هحرك. كثير سهل تطبيقته للصوص. بدي شوي انا الفليفله تاخذ لون، اذا عندك كمان فليفله صفراء تطلع كمان لذيذه وشكلها كثير حلو، ممكن مثل ما قلت لكم تصير طبق جانبي، ممكن دجاج، ممكن لحمه، المهم انت ركزي على طريقه الصوص، عندك بطاطا وجز بتحطيها عليها. هلا شوف شو رح اضيف، هون في عندي ثلاث معالق صويا صوص، يعني من كل شغله حطوا ثلاثه. طبعا انتم بالبيت انا دائما بقول لكم يعني حاولوا عطوا الطبخه وقتها، يعني انا مثلا هلا قليت على السريع، يعني انا لو قاعده ببيت بحط فنجان قهوه بقليها هيك على مهلي، بما انه نحن قهوه بما انه نحن هواء بقى حضيف على السريع. هون حضيف ثلاثه من صويا صوص، ثلاثه من الشطه، وهي ثلاثه معالق كاتشب، ورح حرك. هلا رح اجيب نتوفة مي، هون في عندي معلقة نشا رح اقيمها وضيفها. معلش حضيف كمان شوية مي لأنه أنا البطاطا بدي إياها شوي يكون عندي صوص منيح. شوفوا هالمنظر،
هذا هو اللي بتشوفوه بالاكل الصيني. هذا هو على فكره ممكن تعملوه للنودلز كمان، بتطلع كثير طيبه. يعني بيحبوا النودلز وما بيعرفوا شو بدهم، يبتكروا فيها شغلات او للاولاد، ممكن تعملوها. احط رشه ملح ورشه بابريكا، حطيت طبعا انا فلفل اسود. خالصي. هلا هون في عندي انا عسل، ما عندك عسل عندك سكر بني كمان بيمشي الحال. رح نقيم ونضيف. الله على هالريحه. هلا شوفوا كيف شكله للصوص، بده يكون يعني تحفه تحفه فنيه. هلا شوفوا هون يعني منظر الصوص هيك وهو بهيدا القوام بيعطي كثير لذاذه. وهيك صار عندي الصوص جاهز، شوفوا كيف تكون عندي. وهيك صارت تقريبا اكلتنا جاهزه. بس هون مثل ما قلت لكم خليني اعطي تقلايه الفليفله كمان وقت. هلا حقيم ونزل عليها البطاطا الوجز بهذا الشكل وخليهم يغلوا مع بعض. ممكن عندك بطاطا مقليه بايته مثلا كمان اعملي عليها الصوص. يعني اعطيتكم عده خيارات، المهم الصوص اتبعوا مثل ما انا حطيت. 3 معالق صويا صوص، 3 معالق كاتشب، 3 معالق شطه، مع معلقه سكر اسمر او معلقه عسل، طبعا ملح وفلفل وبابريكا. وهيك صار عندي اطيب اكله صينيه بالعالم. يعني ممكن تصير كمان معنا، ملينا من الوجز بدنا شيء بالوجز بس غريب، خلينا نقول له وجز صيني. وهيك خلصت تقريبا. طبعا انا هون عندي البقدونس الزينه، انا بدي اورجيكم بس شكلها كيف طلع معي، لانه ما ضل غير انا بورجيكم اياها بالشكل النهائي. اكيد مبينه عليكم. يا لطيف الريحه، يا لطيف اللذاذه، يا لطيف الطيابه يا صبايا. عن جد نور هي نصيحه عمليه. هل تقولي ايه ليش ما قلتي لي؟ لا 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 بدي اقول لك انصحيني لانه انا بعرف اعمل وجز. خلص اعملي لك صوص صيني. يعني انا صار لي زمان عم دور على اكله الا لما شفتها ما بعرف اعملها. انا بعرف اعمل وجز. متخيلين الشكل بس حبيت الصوص وهيك فخلص. لا في شيء يعني انا بعمله ما لا لا اكيد حطلع. غير شكري. شكرا كثير. شكرا يا هلا. يا صباح الخير عن جديد، ويا صباح البطاطا الحارة اللي فعلا كثير حادة، والبطاطا اللي أنا اخترعت لكم إياها. وهيك صار معي الشكل النهائي لطبقين البطاطا. هلا أول شيء شوفوا هون الطبق ما غيرت فيه شيء، أنا بس سكبته سكب، ممكن تضيفي عليه شوي من البقدونس بيعطي شكل كثير حلو. بس هي بصراحة هي الأكلة بدك من الطنجرة دغري تاكليها لأنه طيابتها ما نسكبها هيك فورا. في أكلات هيك سبحان الله. هلا هون والطبق الصيني عن جد بتمنى من كل ستات البيوت يجربوه، عن جد ولا اطيب من هيك. يعني نكهه كثير لذيذه، هاي بنقول عنها النكهه بين الحلو والحار، كثير لذيذه. ممكن نضيف عليها اضافه خفيفه بما انه قلنا صيني بدنا شوي من السمسم بهذا الشكل. عن جد بتمنى تجربوها كثير طيبه، وبشوفكم بكره على الاكله كمان يا صبايا كثير طيبه. شكرا يا شيخ. عزمتكم على فطور بكره، في صاجيات وهيك قصص. اه اوكي. انتم مو هون بكره؟ لا. يلا كلنا واحد.